الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير فيتو. أهلا بحضرتك معايا. وكان معنا الأستاذ مصطفى بكري الذي قال أن اليوم لم تكن هذه هي جمعية عمومية بسبب العدد، وأنه الطلبات هو ليس بسبب العدد، هي لم تكن جمعية عمومية لأنه كان اجتماع تشاوري وشارك فيه زي ما حضرتك ذكرتي يعني ألوف من الصحفيين، في عدد ضخم جدا من الزملاء الصحفيين حضروا. الحقيقة برضو أنا وإن مطالب بصرف النظر كان اجتماع تشاوري أو جمعية عمومية إن المطالب كانت مستفزة. طبعا لا هو أنا سمعت الأستاذ مصطفى. اتفضل حضرتك. هو أنا برضو الحقيقة جزء من اللي بيتكلم فيه الأستاذ مصطفى أنا يمكن أكون مش متفق معاه فيه، لأنه النقاش الذي دار بين في الاجتماع الأول مع رؤساء التحرير مع أعضاء مجلس النقابة كان على فكرة يعني نقاش محترم جدا جدا، نقاش بيخرج لمجموعة من الأطر المهمة جدا. أن نقابة الصحفيين هي مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، أن نقابة الصحفيين لا يمكن أبدا أن تكون ضد النظام، أن نقابة الصحفيين ترفض أن يرفع أي لافتات على سلم النقابة تحت شعار يسقط النظام أو حكم العسكر، كل ده هذا الكلام كل الزملاء قالوه، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يزايد على فكرة مساهمة نقابة الصحفيين في فكرة الاستقرار في المجتمع المصري ببساطة شديدة كده يعني. الجزء الثاني من الإجراءات إنه لا، هناك جريمة ارتكبت ضد نقابة الصحفيين. السؤال ببساطة شديدة برضو، لو إحنا كل الصحفيين ما راحوش النهاردة، يعني هفرض يعني نتصور مشاهد أخرى مختلفة، زي الأستاذ مصطفى بيقول الصحفيين كلهم ما راحوش، خلاص هناك أصبح للأسف الشديد في قيم كونية، ما أنت خلاص العالم كله أصبح قرية صغيرة. طب إحنا النهاردة وقفنا ورفضنا التصريحات اللي أطلقها جون كيري من العاصمة واشنطن، وقلنا إن إحنا ضد ده لأن إحنا جماعة صحفية وطنية مصرية تستطيع أن تحل مشاكلها بالداخل، وتستطيع أن تتواصل مع مؤسسات الدولة، وتستطيع أن تدير حوار أيا كان مفردات هذا الحوار ببساطة شديدة يعني. ولكن في النهاية لا أحد يستطيع أن يمنع العالم من ممارسة ضغوط للأسف الشديد أنت اللي بتمنحها له، الذي منح هذه المؤسسات الدولية يعني مفردات للضغط مش للصحفيين، الصحفيين كانوا عاديين. وبعدين هذه الواقعة على فكرة ليست الواقعة الأولى، واقعة أن يبقى في حد مطلوب يبقى موجود في النقابة، دي حصلت مرات كثيرة جدا جدا، ودخل الأمن إلى داخل النقابة. لا طبعا وكان ببساطة شديدة يتم التواصل مع النقيب أو محل مجلس النقابة، وكان بيروحوا واخدين المطلوب ده ويروح يتم أنه يمتثل لجهات التحقيق معه عضو من مجلس النقابة. ده حصل أيام إبراهيم نافع، وحصل أيام أستاذنا الأستاذ مكرم محمد أحمد، وحصل أيام. طب ليه ده ما حصلش المرة دي؟ كانت المشكلة فيه؟ هو هنا السؤال برضو، أنا بقول ماذا جنت يعني إذا كانت وزارة الداخلية ارتأت أن هناك مجرمان أو مجرمين يعني عتيدين، وان دول اللي كانوا يعني لو اتسابوا لحد يوم الثلاث اللي هو اليوم اللي كان متفق عليه انهم رايحين النيابه ومعاهم حد من مجلس النقابه وكذا، من السبت للثلاث، لو اتسابوا من السبت للثلاث هل كان هينقلب نظام الحكم في مصر؟ هل الى هذا الحد احنا متصورين ان نظام الحكم اللي هو جاي فيه رئيس دوله جاي منتخب وفي انتخابات حره نزيهه وجاي بشعبيه جارفه كلنا كنا مساهمين فيها، الجماعه الصحفيه كانت مساهمه فيها، طيب اللي عندنا دولة فيها برلمان منتخب أيضا ويعني قعدنا فرحانين به مهما كانت صورة هذا البرلمان، لما في النهاية خالص احنا دولة يعني ما ليس إلى هذا الحد، من اثنين لو فضلوا من السبت للثلاث كانت النظام هيقع والبلد هتبقى فوضى والمؤامرة الكونية هتنفذ في مصر، ماذا جنينا بهذا التصرف اللي تم يوم السبت؟ ببساطة شديدة برضو برجع للأستاذ مصطفى، مين اللي راح ضرب الأطباء في المستشفى؟ ما كانش وزير الصحة. مين اللي راح اعتدى على المحامين؟ مين اللي كذا؟ انا عايز اقول انه مع اعترافي طبعا الكامل بانه ضباط الشرطه هم ابنائنا، افراد الشرطه هم جزء من هذا النسيج المهم جدا، الشرطه تقدم شهداء لا كل يوم يعني هم على خط النار في مواجهه الارهاب. ببساطه شديده انا يعني من الذين يرون ان هناك بعض الضباط او بعض القيادات في الشرطه اتصور انها في حقيقه الامر لا تعمل لصالح هذا النظام. الذين اتخذوا هذا القرار الاقتحام هم اللي اجوا هذا السبب، هم اللي خلوا مؤسسات دوليه كذا، هم اللي خلوا الجماعه الصحفيه تبقى كذا. احنا لحد قبل هذه الواقعه لم تكن هناك اي مشاكل بين وزاره الداخليه وبين المؤسسات، بالعكس. حضرتك كرئيس تحرير هل هتنفذ قرارات
الجمعيه العموميه او الاجتماع التشاوري. ما هو حتى في القرارات اللي هي تخصها الشيخ مصطفى برضو متصور انها هذه القرارات طالعه اجبارا وفرضا على لا الناس ما قالتش هذا الكلام لان ده مش قرارات جمعيه عموميه. حضرتك هتنفذ هذه القرارات؟ انا نفذت عدد من هذه القرارات واجتمعت. عملت ايه؟ ايه العدد اللي نفذته؟ عملت ايه؟ لا عملنا فكره ان انا اتجاهل بيانات وزاره الداخليه دي هتخذها الا فيما يخص الاخبار التي تهم الجماهير في مصر. طيب يعني انا عايز اقول طب انا عايز وموضوع أقول إن اللوجو او الشعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافه. طبعا كلنا مين ضد ده؟ هو يعني مش ممكن يكون ضد ده طبعا. حطيته في فيديو يعني في وهذا ايوه طبعا هو حظر النشر النهارده الذي صدر من مكتب سياده النائب العام قضيه امن قومي يعني في توسيع تسويد الصفحه الاولى يوم الاحد الجاي هتعمله في العدد القادم. نعم سنطبق ملتزم بيه يعني؟ لا ملتزم طبعا. شكرا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عصام كامل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير فيتو وينضم إلي